كيف نجمع بين الحديث الذي أفاد أنه لا تأكل جباه الموحدين مصلين، والله يقول في آية منع الزكاة يوم يفمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ هذا في موقف القيامة، تكوى بها الجباه والجنوب في موقف القيامة، ما من رجل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر يوم القيامة قبل دخول النار، يبطح لها. ما من رجل، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفحه من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا قبل دخول النار. وكذلك إذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يودي زكاته، يبطح لها في قاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أفواه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بها العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا كل ثابت في الحديث الصحيح، هذا في موقف القيامة. إذا كان يوم القيامة ودخل النار لا تأكل النار وجهه، هذا موقف، هذا موقف. نعم.